بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوشيستان اخواني اخواتي، ان شاء الله هذا المرة نروح في الحديث الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأ من المن وما هو شفاء للعين. عرب العراقي يسمونه الشماء، الجزائريين يسمونه التلفاز. الماء الكما هو شفاء للعين. ما شاء الله، آلاف مرة عالجناهم بفضل الله وبركة النبي وكلام السيد البشر صلى الله عليه وسلم. يقول: الكما من المن وما هو الشفاء للعين. في القرآن الكريم المن والسلوى. وإن شاء الله حسا نروح إن شاء الله بإذن الله تعالى نفطر، ندور على الماء الكما بإذن الله على هذا العراق يسمونه تشما. إحنا في العراق وفي الكردستان إقليم كردستان شمال العراق في ناحية كلك، هذا ناحية كلك ما شاء الله جميلة كلك. وإن شاء الله نتكلم عن ماء الشماء، شلون التصنيع وشلون نسويه للناس حتى يستخدمونها بالطريقة الصحيحة. أكو طريقتين لماء الشماء. طريقة تخلي على النار هذا ماء الشماء بالسرنجة، تأخذ ماء مال كماء تخليه على عيونك، هذا الطريقة كلش جيد من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يراد له آلاف الدولارات. بس هذا الطريقة اللي نسوي طريقة كل سهلة، لأن مستشفى طب النبي يراد له آلاف نعطي في سبيل الله مجانا هذا الماء الشماء للفقراء والمساكين. نريد أكثر ماء الشماء حتى نستخدمها بطريقة أخرى نسويها أحسن للفقراء والمساكين. إخواني وأخواتي كوشريستان سلام إخواتنا نبي أمزارش بس نسأل حديث الشبيع صلى الله عليه وسلم نسأل آيدون ملان درون آيدون ملان في غمري إخواتي فرمي آيدون ملان شفاء بوتساو الكماء من المن وما هو شفاء للعين. لسال ايدو مرايدر ان شاء الله فيكم سفري كي خوش ان شاء الله تعالى قنمري سير كان تون ايدو مران عفوا دو مران تون ابي نوا وقت بهاران درت شي ايدو مران لا باش بهاران ما عندي سيد درت شي لا جاي رق كان هنا جاي نرمي لا جاي رق يا جاي برد تاش لا جاي هي خوش ان شاء الله سفرك ده كان فيكم باذن خوي غورك خوي غور عمر ما باقي بلا لبدايات تسون اي دو مالاند بينو تسون دروس دا كان تسون يكتر اي دو مالاند تسون بكاد ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. إخواني أخواتي حسا نفطر على الكما إن شاء الله بإذن الله تعالى، نفطر على الكما حتى نلقاه بإذن الله تعالى وباطن الأرض جو الأرض إن شاء الله. تعالوا يا أنا سفر إن شاء الله، السفر بهذا السفر تعالوا يا أنا إخواني عرب. إحنا عدم فصاعتنا باللغة العربية، إحنا أكراد أحفاد صلاح الدين أيوبي إن شاء الله. حسا نعلمكم شلون تفطرون الكما. هو الوقت الربيعي يطلع من شهر الثالث في السعودية المباركة، في العراق المبارك، وشي في أوروبا في أمريكا. هما يعني شوية صعب إذا واحد ما يعرف شلون يلقى كما في أوروبا. عشاكم الخنزير لو كلب حشاكم حيوانات يلقون ما شاء الله ما الكما ما شاء الله. بس إحنا في العراق وفي السعودية إحنا بشر نفطر على الكما نلقاها بإذن الله، لأن بها ما شاء الله كل شيء لها مواصفات. يعني شوية جو القاع يطلع ما شاء الله مثل صلصال يصير ال 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 الأرض، هذا المكان الذي بها كما. خوش ريستان سلام رحمة إخواتنا نبي أستا إن شاء الله دقرين بو ناي نازا ما تشيتش بدرين بي مرة تشيتش بدرين إن شاء الله بو أسنا إن شاء الله دقرين للدومبراني إن شاء الله تعالى. دومبلان دبی نو بازی نخواهی. دومبلان چند نوعی زوره؟ هر رشه، هر زرده، هر بیلو سوره. وکو پتاتی و ابدلان پتاتی نیا. 20 سانتیم، 2 سانتیم تا 50 سانتیم قوره. هر 20 سانتیم، هر 50 سانتیم قوره. انشالله دگرین دبی نو چون درستی دکه این دومبلانی چون که پیغمبری خواه فرمی صاصم الکماء من المنی و ماؤها شفاء للعين. افرمی دومبلان آوکی شفاء بود چاو بکاری بینن. ايمش استاذ قرين لا دومبلان ان شاء الله. اخواني تعالوا ويانا ان شاء الله نروح للكما ان شاء الله نفطر الكما ان شاء الله نلقى باذن الله ما شاء الله. كردستان مكان حلو ما شاء الله تعالى. يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ولا حبيبنا محمد. حسنا نفطر إن شاء الله للكمة، إن شاء الله نلقاها بإذن الله، وباطن الأرض جو الأرض. شوفون إخواني أخواتي إن شاء الله تعالى ويانا، يعني بكل مكان هسا إن شاء الله نلقى بإذن الله الكمة بإذن الله تعالى. ما شاء الله، الله أعلم هذا ماء الكمة. شوف الله أكبر، خلي الكاميرا يجي شوف طريقة الماء الكمة، شوف مثل صلصال يصير. شوف سبحان الله اخواني اخواتي، شوف شوف حتى تعرفون حتى تتعلمون شلون تلقون الكماء. شوف هذا الله اكبر، رواء الكماء هو موجود بكل مناطق وقت الربيع. شوف لمده شهرين يبقى، يعني شهرين اذا وقت الربيع شهرين يبقى كماء بالموجود بالجبال بالتلول بالمناطق الصحراويه بكل مناطق. شوف الله اعلم هذا ماء الكماء، عفوا مو ماء الكماء، عفوا الكماء موجود بهذا المنطقه الله اعلم. شوف اخواني شوف هذا شو شويه يرتفع التراب يصير مثل الصلصال، شق التراب هذا. شوف حتى نشوف ان شاء الله، شوف اخواني اخواتي، شوف شوف الله اكبر، شوف هذا الكماء، شوف لقينا الكماء، هذا الكماء. شوف اخواني مثل 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 بطاطا، بس مو بطاطا، ما شاء الله بيجون جذور. شوف اخواني اخواتي سيرك خوش شويستان او دون بلانا كبي غمري خوايدا فرمي تشار سري همنا خوشي كان دكا انا خوشي سكو عيد تزرمان لسر كروا بخواي بو شبكي شبكي تشاو بو بو اي اس بي اي رش تشاما كريدايت مان خوش في سبيل ابي برامر وفيرت عندك كاين وتون درس جدا كاين همتا فيرك ان شاء الله. اي اس بي اي رش شبكي زعيف وبخواي زقماك تاي تاونا وبخواي خواي قبر الشفاء له هنا ما بوتنا السبب خوش ويستان اوش دون بلان. هذا اخواني هذا هذا الكماء سبحان الله. صدق رسول الله يقول في القران الكريم لما انزل الى بني اسرائيل يقول من والسلوى، صدق الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق رسول الله يا حبيبي، والله أنت نبي. هسه نفطر بإذن الله تعالى بكل مناطق ان شاء الله تعالى، نلقى ان شاء الله تعالى. شوف اخواني شوف حتى هسه نفطر على الكماء حتى نلقى بين هسه. شوف الله اعلم هذا هذا هم كماء، الله اكبر هسه لقينا. هسه شوف شوف خلي كاميرا يجي، خلي اخوي الكاميرا يجي. شوف شوف الله اكبر، شوف الله اعلم. شوف ايش شوي يطلع من القاع مثل الصلصال، صلصال كلف فخار. شوف رب العالمين في القران الكريم يقول شوف مثل الصلصال. شوف هذا اخواني ان شاء الله، شوف هذا كما لقيناه هسه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تبارك الله. شوف الله اكبر، شوف ما شاء الله مثل حجر. شوف الله اكبر قربان هذا الكماء، الله اكبر. الكماء ومن المن وماؤها شفاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا تاج راسنا محمد بن عبد الله، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. خوش استاذ سيركن اودو دقرين زورا هنزورا هنزورا بلام دبي لبزاين لزاين نكش هيتنيا خوش ويستان وابد وايد هذا قرين. زانا خوش ويستان بزانا قربان أما هونية أما هونية ده قرين قربان ده بينو إن شاء الله. هذا بينو زوري ما شاء الله تخوش انا زيت خوشه ما شاء الله، هذا مكان كلش حلو يا اللهم صل. والله ما اعرف بس احتمال والله اعلم هذا هذا مكان موجود. هذا شوف ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
الله اكبر، هذا كما ما شاء الله، هذا شكله شويه اسود، هذا شكله شويه اسود ما شاء الله، وهذا هذا اثنينهم شويه اصفر، ولكن هذا اسود. قسم منهم قسم منهم سنتيمين جو الارض، قسم منهم 50 سنتيمتر، يعني حسب المناطق. المناطق الشماليه مثل مناطق كردستان اخواني اخواتي كما موجود فيها وقت الربيع الشهر الثالث الله اعلم. شوف اخواني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكماء من المن وماؤها شفاء للعين. وفي القرآن الكريم رب العالمين يقول لبني إسرائيل: وأنزلنا إليكم المن والسلوى. رب العالمين يقول المن والسلوى. شوف خوش ريستان سيد كما تساي خوتان كيما دون بلالمان سديتو. الله أكبر بالير دانشين كامينة وك. الله أكبر بتيرا ما شاء الله زيش خوشة رسا خوشة الجهاد زواني. الله أكبر ما شاء الله، كل كردستان ما شاء الله حلوة. كردستان العراق جنة الله، الله أعلم في الأرض، جنة رب العالمين في الأرض. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ويلبسون ثيابا خضر. رب العالمين شوف السماء أزرق، الأرض أخضر. الله أكبر. ويلبسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويلبسون ثيابا خضرا. الله أكبر يا رب العالمين يا حبيبنا يا الله. أخواني أخواتي شفتوا هذا الكماء، شفتوا باطن الأرض موجود، جو الأرض موجود وقت الربيع. قسم منهم لونه أصفر، قسم منهم لونه شوي أحمر، قسم لونه أسود، خاصة في المناطق الأوروبية والباردة مثل مناطق الكردستان والأوروبا أمريكا ما شاء الله شكلهم كثير منهم أسود. بس مناطق العربية المباركة السعودية العراق الجزائر شوي شكله ما شاء الله أصفر ما شاء الله. بها أكبر من هذا وأصغر هذا القسمة. وقسم من الناس يقول إحنا ما أكلنا والله أحلى، يعني طعمه طيب أحسن من اللحم الغزال واللحم الأحمر اللحم البقر. والله قسم من الناس يقولون خوش أستان خزور كاس خواتي دلي لقوشي مامزي خوش ترد يارا ما قوشي مامز ما نخواه ده شو ما قوشي مامزي بخوين مامزي كم ما بخوت أنزل الحمد لله هم وزع ما باش توين بكرين بس مامز لو منطقة رنية قوش ما خواه ده قوش خوشة خوش أستان أود خلق زور خواتي دلي لقوشي زور خوش ترد بلام تشيريوش براسي زور قرانت يارا كما زور كما دومبلان خوش أستان أول شيء بتساي خوتان ديتان أول دومبلان إن شاء الله استاش مجموعة شيء زور تتم شاد الد بيتان نشان دين إن شاء الله وتعالى لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف إخواني هذا كله كما شوف. الله أكبر لونهم شوية يعني قسم منهم ما شاء الله شكله أصفر، وهذا كله الحمد لله شكله قسم منهم احمر، شكلهم قسم اسود، هذا سبحان الله شويه اسود. شوف يعني ما شاء الله، وهذا بس اكثريتهم شكله يبين احمر مثل البطاطا، ولكن مو شكل البطاطا، شويه بيختلف ما شاء الله بدون جذور. شوف اخواني هذا ماء الكماء موجود في كل مناطق غزة، ولكن وقت الربيع له وقت معلوم، وقت محدد. شوف اخواني خوش ريستان اوش دون بلان بس اخوتان ديتان الكما، هذا هو الكما خوش ريستان سيد كان او باشرين سارة سرا ونخوشي علاج وش لشبكة العين، الماء الابيض الماء الاسود لضعف العين الشبكية عالجناه الاف رب العالمين شفاء. قسم منه ما طوى شفاء من عند الله. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى لا تداوى بالمحرم. هو الشفاء ما شاء الله خوش ريستان سيد كان لو جاي خوشي ما شاء الله دانشتينا اوش دون بلان قربان شفاء بوتاوي خوش ريستان سيد كان او حمي دون بلانا ما شاء الله تعالى سبحان الله تبارك الله خوش ريستان ان شاء الله تسبي ذاكين كوتشا ذاكين هموتان بوباز ذاكين ان شاء الله تعالى خوش ريستان ما شاء الله عزيز زيج خوش ماريان دي لي باردي وها ما شاء الله ماريان دي لي باردي زيج زور خوش خوش ريستان يا ربي خويا يقول بهشت زيج اللي خوش ما بقسمت غير هزني بهش خوش ترى دنيا بزيشنا واتا تافي كشن غي بقربان بقربان شاتم بخوي غوتان دسبيرين لسر بابتا كما لسر دون بلاني اوش دون بلان تاو تاما تشكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شلون جا غالي؟ من اهلك؟ ما شاء الله. اقدر اركب هذا؟ لا 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 ارفع ديش ده شمالك زين عشان يصير مجال. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابد ما اخاف. لا تخاف. ايش ادب نفسي. ما شاء الله. شوف هذا النعمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوش ايستان اوش سواري اوجد رجاي بماسباس بخواي جورا او نعمتك اخواي جورا دايتي ان شاء الله تعالى. سواري اوجد رجاي بين استاجدين اخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف قربان اوج نعمتك اخواي جورا ك بيمي بخشيا اوج نعمتك ما شاء الله اخواي جورا فرمي اوانش پیشان سیاره نبود سواری اش تانه دبی نست. الحمدلله سپاس بخوای گورا. او شو هنر برای زد سواری. او جدیج دبی. او مرد زوانانه. بعد نی دادی. سرچک. هذا سلام عليكم اخوي تعلمي تعلمي. هذا غنم عربي لو كردي. هذا عربي. عربي بارك الله فيك. انت وين اهلك اصلك؟ بالجزيرة. على راس جزيرة انت. يعني جزيرة بالمناطق حضر على رأسي. إخواني حس النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف هذا إليا مال العرب. إليا إليا أشوف إذا نشوف واحد هذا شوف إذا تلزمه. شوف هذا إخواني هذا إليا مال العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ليش جيت على المناطق الشمالية؟ مناطق حلوة. إي والله. يعني بها حشيش. بها حشيش كثير. إي والله. أنت شو اسمك؟ محمد. يا هلا محمد حبيب الغالي. على رأسي. أنت عرب أخوي محمد. إيه. وأنا أخو كردي. شوف نبي صلى الله عليه وسلم يقول خلي يجيبك الكاميرا. شوف إليا مال العرب. نبي صلى الله عليه وسلم يقول دواء عرق النساء إليا تنشات أعرابي تذاب ثم تزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزءا. إليا مال الأكراد ما يصير لأن العشب موجود بالجنوب يسمونه كالشيح والقيسوم. إليا مال الأكراد ما يصير لازم مال العرب لأن هذا الإليا. خلينا نشوف واحد. نشوف هذا الحلوة. شوف إذا تلزمها. شوف هذا إليا. هذا إليا مال العرب بها كالشيع والقيسوم. هذا الإليا هو شفاء للفقرات وللانزلاق. إذا يأكل إليا ما شاء الله بارك الله في أخوي محمد. شوف هذا إليا مال العرب. الإليا هو شفاء طبعا مال أكراد. ليش ما يصير يعني بالشمال إذا يأكل هذا العشب ما يستفيد وإذا موجود الإليا بالجنوب هذا يستفيد البشر في هذا الإليا. بس الإليا مال الأكراد ما يفيد لأن هذا العشب ما موجود بالجنوب الكلشيح والقيسوم. وشكرا جزيلا أخ محمد على رأسي. ما شاء الله مناطق حلوة وجميلة إن شاء الله. متزوج؟ لا والله ما متزوج. إن شاء الله تتزوج. عمرك قد؟ ماي 90. تقدر عندك نشيط عربي تقدر تقول لنا نشيط شيء؟ والله ما أعرف. ليش ما تعرف؟ والله ما أعرف. نشيط على الإسلام على طلع على بدرو هيك نمشي. يلا تسوي انا اقول بسم الله. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء. شكرا جزيلا اخوي محمد اشرفنا بمعرفتك. اشكرك على راس. انت اهلك بالحضر؟ اي والله. جيت على الكردستان؟ اي نعم. انت غنام؟ اي والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان غناما ونبي عيسى ونبي موسى. نعم. انت اخوي كبير وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. وهذا لقينا اخوي العرب واحفاد محمد صلى الله عليه وسلم واني احفاد صلاح الدين ايوبي. لازم بالعمل والقول والعمل نكون احفاد صلاح الدين ايوبي ونكون احفاد سيد البشر عليه الصلاه والسلام العرب والاكراد. حبيب الغالي على راسي. احفظك راسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواني اخواتي، الله اكبر رب العالمين في القرآن الكريم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا. الله اكبر. في الجنة تلبسون ثياب الخضرة. هذا الخضرة الدنيا ايش قد حلوة وجميل. الخضرة الآخرة. الله اكبر رب العالمين يقول ويلبسون ثيابا خضرا. صدق الله العظيم. خوش ويستان سيد كان لسد دنيا او زيغا خوشا. الله اكبر بهاش يستان دنيا.
او کسکای جوانا ادله بهش ده بخواتی به مدانه به ده بگرین توبه بکن گنز کان جیان دنیا کاتیه قیامت باقیه او دنیا هیتنیه او الله اکبر او همو کسکای سوزای خدای یا ربی لهمو کسانه خوش بکدور لدین لهم کسانه عفیان ک کوازی نه برنامه تو هینا بیان گره سبا نامی خو همو جیاهیده د خو امریکا اروپا همو جهان و بسنه بهشت کی بکوتای خوشوستان سیر کن لسوزای سیر کن لکسکای سیر کن لعظمتی جل وعلا رب العالمین ای خدای به قربان الله اکبر الله اکبر لو نعمت جوانی الله اکبر لو کسکای جوانی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله اکبر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها لا تحصوها صدق الله العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عسى نتكلم باللغة العربية المباركة السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخ وبركاته شيخ وين أهلكم؟ مو أنا أهلي بالموصل نعم نعم شو تقولون باللغة العربية هذا؟ هذا شما يسموها شما أي وقت يطلع؟ بالربيع يصير رحم الله هذا يسمونه شما أنتم؟ نعم شما هذا والعرب السعودي يسمونه كما كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماءها شفاء للعين هذا ماء الكماء بإذن الله عالجنا آلاف المرضى بهذا الماء بهذا الكماء سوينا ماء هسا نعلمكم شلون تصنعون حتى باكر لا تصرفون فلوس انتم سووا ماء وقت الربيع يطلع شهر ثاني مو نعم نعم احكي باللغه العربيه العرب يفتهمون هذا يطلع بالربيع نعم بشهر الثالث فما فوق نعم زين وهذا يغلون وشلون يسوون الماء عساني اسوي بس انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وما وشفاء له والعرب العراقي يسمونه شما نعم. اول مره شو تسوي تجيب سكينه شلون تسوي تجيب سكينه هيك قاضي في يشلونه رحم الله عليك هيك يشلونه اول مره تغسلونه بعدين تقشرونه يشلونه رحم الله هيك هيك اخواني اخواتي هيك يسوون هذا هذا تقشير هذا رحم الله عليك والديك شكله الكما رب العالمين في القرآن يقول منا والسلوى منا والسلوى للنبي موسى سبحان الله ما عنده جذور مثل بطاطا شكله بس مو شكل بطاطا شوي يتغير نعم هذا مرحلة الأولى والمرحلة الثانية شوف إذا سويناه هيك يطلع مثل هذا شوف هذا كما شوف مثل بطاطا هيك يسوي شوف مثل البطاطا رحم الله يثرم هو ثرم نعم رحم الله عليك نعم الشيخ احكي شوف هذا كما هذا مرحله ثانيه هذا مرحله اولى وهذا مرحله ثانيه شوف اخواني اخواتي بس لازم الشيخ يقول لهم لازم يخلون على الثلاجه ايش قد يظل بالثلاجه اذا ما يخلون على الثلاجه خلال يومين يخرب يخيش لازم تذبها احنا وايد ذبيناه والله كان مو بالثلاجة يعني يظل بالثلاجة الثلاجة ما يخرب نعم لا ما يخرب لازم يظل بالثلاجة هذا نعم ورا التنظيف رحم الله والديك هذا يسمونه عرب العراقي المحترمين يسمونه تشما والاكراد يسمونه باللغة الكردية يسمونه دومبلان دومبلان بالتركي يعني يسموه دومبلان بالتركي بارك الله نعم. شيخ الغالي بارك الله فيك هسا هذا هو علاج شنو علاج والله الاف عالجنا احسن علاج للشبكية والقرنية والحساسية العيون عالجنا آلاف رب العالمين شفاهم إحنا صار السبب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماءها شفاء هذا وأكو طريقة أخرى أكو هذا طريقة وطريقة هذا طريقة إحنا نسوي في سبيل الله نرطبها نخلع القطرات إن شاء الله هذا مرحلة ومرحلة غير مرحلة موجود تسوي المرحلة تزرفونها شيخ هيجي تزرفونها يعني مثل حفر هيجي هذا كان وقت الصحابة يسوون شوف هيجي يسوون هيجي يسوون وبعدين تخلونا على النار هيجي تنظفونها تخلونا على النار يطلع ماي ماله خوش ما يطلع تخرجنا من السرنجات نعم تخلون على القطاره على القطره تخلون على القطاره السرنج على عيونه نعم هذا بس هذا الطريقه يراد له الاف الدولارات هيك علينا صعب لان احنا في سبيل الله نطلع الناس بهذه الطريقه طريقه كلش جيده وصحيحه ولكن يراد له الاف الدولارات لا دولارات يعني هذا
هذا يخسر. يعني بعدين لازم تذبها. يتلف. بس هذا كل الناس يستفيد منه. خوش الاستاذ. خوش. بس هذا استعمال شلون يعني هذا هو يخلوه هذا يفضلوها. نعم عسى التبخير هذا جسد ثاني يعني خلي عنه بعدين. ماي ماله بعد ننظفه بالقماش. نرقي عليه القرآن هذا جسل نسيم نقي رحمه الله عليه وبعدين يعني تنظف يعني ما تخلوا فوق وماشي بس ميو لا 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 لازم ما نخليه تخلوه مي نعم نعم قدر أشقد كثير إن شاء الله تقريبا كيلو نخلي خمس كيلو رحمه الله عليه 1.5 كيلو يتخلى به تقريبا 5 كيلوات متر حتى نعم يعني يفور يتبخر رحمه الله عليه وعليك أشقد يفور هذا لما يستوي زايد يعني يذب الماء ماله يشحر نعم إخواني أخواتي بارك الله للشيخ الغالي تكلم وإحنا هسه نقول لكم يا باللغة الكردية المباركة حكينا باللغة العربية المباركة خوش ريستان أما أقاتا ليبو أما تشينا حقالي تشينا تولواني أي دوملالمان بوجه بوجه كردن هنا من أو مرحلة هنا من أو مرحلة كما كسبيدا كي مرحلة صحابي كوني عندك أوها سبي عندك جوان سبي عندك بجواني كسبي عندك يكسر دعن هاي شو سر آجري كده هاي سرنج عند هنا عنز كاي سرنج أبو بلان دري عند هنا ده عنش ناقلة سايانك أو طريقة زور ناجحة بلام أو طريقة لو منابع فاريك زور ديو دبي با بسيو تسل ورقة يصرف كين تكاو سو خسارة بي عندك ده فريد ري بلام أو طريقة هي أو طريقة زور أصلا أوها مو يدبت علاج يعني هامو يدب كلين يدبت علاج ولو تايم روي استوى مرحله يكم ماكل مرحله كم كمرحله ديت مانو دو هنا ما نيره او مرحله دوما مرحله سيم از داناس اغري خوش ويستان او دون بلانا پیغمبري خويده في مساسم الكماء من المن وماؤها شفاء خوش ويستان اي دون بلان شفاء شاويه او دسينا مرحله سيم ان شاء الله نروح للمرحله الثالثه هذا مرحله اولى وهذا مرحله ثانيه ونروح للمرحلة الثالثة بإذن الله تعالى إخواني عربي فينا عدم فصاحتنا باللغة العربية ولكن شيخ العرب تكلم تعلمنا والجزائري يسمونا التلفاز اللغة الجزائري يسمونا الماء الكما تلفاز العفو شيخ ايش قد يستعملوا هذا الماء على بس يخلوا لازم عثر لاجا كل ليلة قطرة واحدة قطرة واحدة خلوا على القيوم نعم قبل النوم قبل أدري كم يوم؟ لمدة شهرين. شهرين فور. رحمة الله عليه. قطرة بقطرة. رحمة الله عليه. وهذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماؤها شفاء للعين وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد كامل وشفاء داخل أوكي وإن شاء الله إخواني أخواتي يستفيدون من هذا لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماؤها شفاء للعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نروح للمرحلة الثالثة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أخواني هذا الكما خلينا على الجدرية وعلى النار حتى شوف خلينا على النار هيجي ما خلينا على الجدرية إن شاء الله تعالى حتى يغلي الماء بإذن الله تعالى بعدين نطلعها إن شاء الله هذا الكما وخلينا ما يبيها حتى يغلي الماء خوش ريستان وهذا هو المرحلة الثالثة بإذن الله تعالى إخواني هذا هو الكما خوش ريستان أوش آوي دون بلانا بتاي خطان بينن أو مرحلي سيم إن شاء الله تعالى بيغمبر إخوايا فرموي الكماء من المني وماءها شفاء للعين هذا هو الكماء شو سبحان الله لما يغلي على الماء يطلع هذا الدهنيات بداخل بإذن الله شو شيء سيد كان أوش دون بلانا إن شاء الله تعالى حتى باج بقلي باش لدين إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد هذا مرحلة ثالثة أوش مرحلة سيمة خوش ويستانا ودون بلانا أهد بذكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تخلي على النار حتى هيك يغلي على الماء شوف حتى تغلي وهذا شوف اخواني اخواتي شوف حتى يغلي من الماء هذا الكما حتى يصير ماء الكما شوف اخواني
أخواتي، وهذا الكمأ يصير بإذن الله ماء الكمأ. خوش ويستان سيد كان نبي أعب قلين لي حتى زور بلغدة لا أزا دومالا لكت سوراتك إليه دبتو دبتا آبي دومالا. سبحان الله تتصور بسيد كان. وصل الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. هسه تنزلها من النار حتى يبرد، وبعدين نرقي عليه القرآن الكريم بإذن الله تعالى. هذا هو المرحلة الثالثة. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مرحلة الرابعة. هذا الكمأ سوينا ماء الكمأ. شوف هسه لازم نسوي تنظيف بالقماش حتى القشرة نذبها. القشرة شوف بإذن الله تعالى، شوف هذا القشرة ننظفها. شوف بإذن الله تعالى، شوف إخواني أخواتي لازم ننظفها. خذ بعد اليوم فارزني ما قماش شي بوي في ساتيكا نستا نازجا فاتكا أما دوشي أو مرحلة سارة وتنزم آيدو ملان ترز دكري إن شاء الله. شوف هسه ننظفها بإذن الله تعالى. شوف إيشي هذا التنظيف، الماء الكمامي القشر حتى ينظف الماء الكمامي من شوف شوف شلون هذا التنظيف إخواني أخواتي. وبعدين المرحلة الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى شوفوا إن شاء الله. قربان أول مرحلة شارون بينزل مدبي بقماشي خاين كينو آي دنبلان سيد كان. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف نظفنا إخواني من الوساخة وال شوف لازم تنظيف القماش. بعدين شوف هذا هسه صار ماء الكماء بإذن الله تعالى. وبعدين نخلي على الجريكانات، نخلي على المجمدة، نخلي على الجنيكاحات لأن ما بي مادة حافظة، ما بي مادة كيميائية. نخلي على المجمدة والثلاجة حتى ما يخرب الماء الكم إخواني أخواتي. قربان أوا استوى باك، ما خلي نتكلم اللغة الكردية همينة. خش هاي استان استخاين ما كده استوى دمر أنا كان استخ ناو خاين كده أوا. شوف تم شاب كني أوا أنا سيدكم خش هاي استان تم شاب كني خش هاي استان أوا دمر أنا سيدكم خش هاي استان خش هاي استان أوا دمر أنا كبو أو خاين ديرا خاين كرايتو ديرا خاين كرايتو إن شاء الله. وداني نام جلي كان إن شاء الله تعالى بوي كتا نام جميدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. إخواني أخواتي هسه بإذن الله نروح للطريقة الآخر للتصنيع الكمأ حتى نسوي ماء الكمأ بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأ من المني وماؤها شفاء للعين. خوش استان استان مرحلة شكيكة هاي دمرنا كي كدرز دكين فيها تانا كي إن شاء الله نعلمكم شلون تصنعون ماء الكمأ بإذن الله. فضلوا خد أول مرة نغسل إيدنا إن شاء الله، ما يصير بالصابون إلا بيد. هسه أنا متواضي ولكن حتى تتعلمون إيش نغسلها نظيف إيدنا حتى ما بيها أي ميكروبات. هسه غسلنا، أنا متواضي ومتغسل بس على خاطركم أغسل مرة ثانية. دسم تبي بزيادة دسم بشوي إن شاء الله. ودواش كواش آي دمرنا، وهذا ماء الكمى سوينا الكمى. هذا ماء الكمى تخلينا على الثلاجة. وهسه شوف نخلي على جدرية لو طاسة لو شيشة. وشوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماء الكمى. شو نسوي هسه؟ قبل نرصاص نقول كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبطل. يعني كل شيء إذا ما تبدأ بسم الله هذا الشيء ناقص. في غمر خاشتك وبسم الله لك يا وجدة نقصان خوش يستعلم. تذكرين لازم نقرأ عليه القرآن الكريم. أهم شيء القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدواء القرآن. القرآن هو شفاء للمرض العضوي والمرض الروحي. هذا ما الكمأ شوف
خل ايدك اليمنى بهذا الماء، اولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقرا على هذا الماء الكماء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفيني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم تسوي شيء كل واحد يدعس سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة السبع المثاني، يعني سورة الفاتحة تقرأ على هذا الماء، وبعدين شو تسوي؟ هذا تسوي، هيك تسوي، وبعدين تجيب لازم قطارات نظيفة فارغة مغسولة. شوف هذا كله قطارات جديدة، يعني ما مستحملة قطارات. شو تسوي؟ هيك تسوي بسم الله. هذا شوف، هذا طريقته. وثانيا شو تسوي؟ تخلي هذا فوق بسم الله. تقول بعد ذلك سيدك أفا بسم الله. شوف إخواني. وثالثا بهذا شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الحمد لله. ورابعا تسوي هذا، هذا شوف مكتوب. شوف الكمأ من المني وما وشفاء. ما شاء الله احنا 2013 ان شاء الله الشهر الرابع. شوف شو تسوي، نقصها بالمقص. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، خوش استان سيد كان يازا سورة فاتحة ويازا صلاة سبيغمبر ويازا سقولات ماس قوس معودتين دخين نسد واش صلاة سبيغمبر دي صاصم دواش اوي اهالي الدهان سيد كان خوش استان زور آسانة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد كان اوش درس كده الحمد لله. سيد كان اوش آبي دون بلاني خوش استان او كتسون درس ما كربو شو يدرس زكي ولان بري باك خوان بي لازم نظيف ما بها وساخة ميكروبات. شوف هيش تسويها. شوف شوف الحمد لله بإذن الله صنعنا ماء كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأ من المني وما هو شفاء. هذا أحسن طريقة الذي نستعمل ماء الكمأ. شوف وبعدين نقول للناس مجانا في سبيل هذا. شوف كله سويناه بس حتى تتعلمون هيك تعلمون هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أكررها لوالدك القرآن أو هذا أها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدك مرحلة سيم. أها خوش يستان. أها منو يبقى قبل ذي سيدك خوش يستان سون دوس ماك آيدون بلان أو آيدون. بس لازم تخلون حتى ثلاجة لأن ما بيها مواد كيميائي حتى ما يخرب. إذا ما تخلي على ثلاجة يخرب هذا مالكم. شوف الكما كله لازم قبل النوم تخلون قطرة واحدة على عيونكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأ من المني وما أغى شفاء العين. شوف أخواني أخواتي
خوش استان سيد كان سوندرس ماركت او هاوت اي دون از اها لي دكين ها سيد كان او اها سيد كان خوش استان او هاوي اوش اي دون خوش استان بس باشتروه كتشارك دستاوي دستكي باشترا او شي دستش دستاوي دستكي باشترا بوي زياده باغبي تلبس كفوف احسن الذي اذا يسوون كثير من الناس وياكم يسوون مع الكما لازم يلبسون الكفوف احسن حتى تنظيف اكثر خوش استان اوش ايدوم او تشاما كذو الحمد لله اوش ايدوم لانا اوش ديال السنه تكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كايدوم لانا شفاء و همو نخوش كاني تشاو باذن خواي بو قرنيا بو تشاو زعيبون بو شبكي تشاو بو انتهابي تشاو بو فيروسي تشاو وحساسيتها وشفاء إن شاء الله تعالى هذا ما ألكما شفاء لكل الأمراض العيون بإذن الله الحساسية مرض البهجة للعين والفيروسات والشبكية والقرنية بإذن الله تعالى عالجنا آلاف بإذن الله بهذه الطريقة أكو الطريقة الأخرى لكن الطريقة الأولى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يسوون طريقة كلش بسيطة ولكن يراد لها آلاف الدولارات بس هذا طريق اسهل واحسن حتى يكفي الناس في المستشفى النبي صلى الله عليه وسلم نعطي مجانا في سبيل الله بدون مقابل وهذا هو اخواني واخواتي هذا تصنيع المال كما وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وماؤها شفاء للعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.